في كمان فيتشر هلا 8 هاي اسمها سليب وسليب كومبنسيشن ما بتشتغل الا اذا كنت في الاوبن لوب مود. في الاوبن لوب مود لما نكون احنا خلينا نطلع على الرسومه بشكل كبير هاي هون راح احط اف بالهرتز هون عندي التورك او هاي طبعا هي راح تكون سبيد بس انا هون ترجمتها للفريكونسي اه وهي عندي السينكرونس خلينا نفترض احنا شغالين في الاوبن لوب وهي عندي اللود ارسمها هيك بهذا الشكل انا هون بلغت في السليب اه بلغت في ال وهي تي لود اوكي فانا شغلت هون هلا انا بدي فريكونسي معينه بدي اجيب سرعه معينه فهي نفترض انه هذه اف 1 او ان 1 كسرعه اجت هون عندي انا مشغل في اوبن لوب فاذا تغير اللود ايش راح يصير في اللود كيرف؟ يا بزيد راح يطلع وينزل مزبوط فبشكل عام اذا انا مش مشغل السليب كومبنسيشن شوفوا ايش راح يصير راح يصير فهذا عندي هون هذا نسميه تي 1 هذا تي 2 هذا تي 3 وتي 1 بتناسب مع ان 1 وتي 2 بتناسب مع ان 2 وتي 3 بتناسب مع ان 3 اوكي مظبوط فعندي ان 1 ان 2 ان 3 تي 1 تي 2 تي 3 واذا انا مشغل في الاوبن لوب راح يضل يتغير بين هذول مش هيك فالسرعه راح تضلها تتغير عندي حسب الهاي هذا ديستربنس هلا في طريقه معينه هلا المشكله انه احنا في الاوبن لوب خلينا نكتبها بشكل واضح ايش يعني اوبن لوب يعني الفيربل فريكونسي درايف ما بيعرف السرعه الفعليه هل في طريقه بيقدر يعمل كومبنسيشن على الكرنت كيف على الكرنت ليش بسحب كرنت تمام اذا انا اعطيته الكرنت طب هو بيعرف الكرنت اللي انت بتسحبه الفيربل فريكونسي درايف كيف بيعرف انت قديش كرنت عم تسحب هو اللي بيعطيك اياه تمام اذا لو اجينا احنا على الفيربل فريكونسي درايف وطلعت على الاوتبوت تذكروا مره فرجيتكم صوره راح تلاقي في مجموعه كويلز مخطوطين على الاوتبوت حتى احيانا بيكونوا ثلاثه ومرات بيكونوا اثنين كرنت ترانسفورمر زي كرنت ترانسفورمر تمام والكرنت ترانسفورمر هذول اللي رايحين على المحرك بمروا من داخله اذا الفيربل فريكونسي درايف عم بيقيس الكرنت اصلا هو عارفه ماشي هو عارف اي قديش اي يعني عارف الكرنت تبع الهاي هلا في علاقه انا ما بقول انها لينير بس في علاقه ما بين الكرنت واللود يمكن يكونوا عارفينها هم المانيفاكتشرز نفسهم بيعرفوها بجزء اكسبيرمنتال يعني بجزء ما فيها تمام وفي موديل في موديل ما هو للمحرك يعني انا انت لو دخلت الان على السيم باور سيستمز بامكانك انت تطلع العلاقه بالضبط ما بين الكرنت اللي بيسحبه السكورل كيج اندكشن موتور واللود اللي عليه والتورك اللي عليه كلهم هذول في علاقه بين التورك وحتى احنا في عندنا علاقه اكسبليسيت اذا بتروح على اي كتاب ماشينز في عندك علاقه ما بين الكرنت والتورك بقدر احط التورك بالسكويرل كيج اندكشن موتور اذا عرفت اكس 1 واكس 2 وار 1 وار 2 اه بقدر اطلع علاقه ما بين الكرنت والتورك لهذا المحرك اذا عرفناها شو بنقدر نعمل شو بيقدر يعمل الاندكشن موتور راح يجي يقول افرض انا السرعه اللي بدي اياها هي ان 1 وبدي اثبت السيستم على ان 1 اوكي خلينا نشوف ايش بنقدر نعمل حتى نثبت سرعه السيستم على ان 1 خلينا نرسمها هاي بشكل اكبر الان حتى تصير اوضح فالان نفترض انه سبيد تورك كيرف تبع السيستم هو هذا على النومينال سبيد وانا بدي المحرك يمشي على هاي السرعه اللي هي ان 1 على تي 1 هلا نفترض شوفوا شو صار زاد اللود فلما زاد اللود ايش صار بالسرعه؟ نزلت ل ان 2 من هون وزاد اللود من تي 1 لتي 2 هلا مين اللي بحس انه اللود زاد الفيربل فريكوينسي درايف كيف بيعرف انه اللود زاد هو ما عندوش تورك سنسر ولا عنده سبيد سنسر بس عنده كرنت سنسر من الكرنت بيقدر يعرف قديش صار التغير في اللود شو بيقدر يعمل هلا ما دام نزلت السرعه شو بده يعمل بسبيد تورك بزيد الاف بزيد اف تمام اذا نشوف اذا بده يزيد اف شو بيعمل هلا هو بده يزيد اف بحيث انه انا بدي هاي السرعه مزبوط ان 1 هي المطلوبه طبعا اللي الف ضل ثابت بنزيد الكيرف تبع اف وصارت بدال ما كانت اف 1 صارت اف 2 وين هلا هاي بتتقاطع مع اللود نفس
وين هي السرعه فقط. اذا القاعده بتصير انه اذا الفيربل فريكوانسي درايف حس انه اللود زاد، الكرنت زاد، معناها انه اللود زاد، معناها التورك زاد، معناها اكيد السرعه نزلت، لانه احنا كل شغلنا رح نضل نشتغل وين؟ بالسكويرل كيج اندكشن موتور هون، وهذا واضح انه ميلانه هيك. فكل ما زاد التورك رح تقل السرعه، بس لما يزيد التورك ايش رح يزيد معي؟ في عندي بكون زي لوك اب تيبل مثلا، اللوك اب تيبل بتقول انه اذا زاد هون عندي هاي السرعه، شوف شو عملنا بالفريكونسي، رفعنا الفريكونسي، لما رفعنا الفريكونسي يعني عملنا كومبنسيشن ل السليب الاضافي اللي صار هون، لما رفعنا الفريكونسي رد رجع استقر مره ثانيه، فشوفوا شو راح يصير التغير، هلا هو كان ماشي على السرعه هاي مضبوط؟ في الاول لما كان التورك الاول، لما صار التورك الثاني وين تحرك لاي نقطه؟ تحرك للنقطه هاي مضبوط من هون؟ هلا بعدين لما احنا رفعنا الفريكونسي راح يرجع للنقطه هاي اللي موجوده هون، راح يعوض السرعه النقصان اللي في السرعه اللي صار بزياده اف، فهو زاد السليب طبعا هون زاد السليب حتى نحافظ على نفس السرعه، هذه اسمها سليب كومبنسيشن وانت ميكانيك تبرمجها.